هو ساعة قبل نسيبتي العزيزة نحس اللي عندنا جمهور في الجزائر قبل ما تكون فما نسيبتي العزيزة اكتشفناه في المسرح. صح. الفترة اللي كانت صعيبة ياسر ياسر عام 93 و94 أول ما بدأت العروض ترجع في الجزائر جينا فرقة مدينة تونس للمسرح وعملنا عروض مسرحية أحباب، عملناها في وهران وفي ألجي وسيدي بولعباس تورني، وكانت المسرح مليان بالجمهور والرياكسيون تاعهم كما في تونس بالضبط، معناها وقت الضحكة اللي ضحكوها في تونس يضحكوها في الجزائر. دونك فهمنا اللي فما ساعة نقاط أنه كيف كيف، خاطر فما ساعة ساعة الضحكة مش كيف كيف من بلاد لبلاد تتغير. يعني. صح، احنا شعب واحد. ومن بعد جيت صورت مع جعفر قاسم، الناس اللي تحية كبيرة نحبه ياسر ياسر ياسر، ومن أحلى المخرجين اللي خدمت معاهم، ويمكن تقريبا بعد سي سلاح السيد، خاطر أنا نتسمى معناها نحبه فوق القيمة الله يرحمه. جعفر من الناس اللي كيكلمني ويقول لي روحشتي بيك، ما نسألش حتى شنو السيناريو فيه وكيفاش ولا نتفق، نقول له أنا معاك وعينيك مغمضة. وعيني مغمضة. في الجزائر أول عمل هو ناس ملاح سيتي. ومن بعد جيت جمعي فاميلي الأول وجمعي فاميلي الثاني، بعد جيت عاشور العاشر. وقت اللي خدمت الجمعي فاميلي مازلنا ما خدمناش نسيبتي العزيزة اللي ماخذة سكسيتا في الجزائر كبير. بعد جات الاعمال، اما قبل نسبتي العزيزه لسيت كوم فما برشا سيت كوميت ماخذين سكسي في تونس. كيفاش عرضت عليك اول فرصه باش تمثلي؟ اول فرصه كلمني جعفر قاسم، هو اللي كلمك؟ هو كلمني. كانت عندنا في تونس، هو يجي لتونس برشا، شاف حاجات يعرفني فيهم معني كممثله، وكانت فما في تونس لي بانو في شوارع تونس الكل، كان فما اشهار من نسميوهش فيه البانويت متاعي. دونك يقول لي وين نمشي تفكرني معناه يشوفني، فهمت؟ دونك يكلمني شاف اعمالي شاف الحاجات، كلموني باش نخدم معاهم في ناس ملاح سيتي من الاول. ومن بعد وليت برشا اعمال معناها ان شاء الله تولي اكثر ان شاء الله نخدم مع حاجه دراميه.